الأساتذة الأفاضل، زملاؤنا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محدثكم الدكتور محمد قاسم زبون، تدريسي في قسم اللغة الإنجليزية ومسؤول وحدة تكنولوجيا المعلومات في كلية الآداب جامعة البصرة. سأتناول في هذا الفيديو أبجديات الاختبار الإلكتروني، وإن شاء الله في فيديو آخر سأتناول بعض الإجراءات والأدوات التي تقلل من بما يسمى بالغش الإلكتروني. فكونوا معنا وشكراً جزيلاً لحسن استماعكم. الأساتذة الأفاضل، مثل ما تعرفون حضراتكم أن الاختبار الإلكتروني سيكون على منصة الجوجل كلاس روم، واحنا ككليه كليه الاداب راح نشتغل على هذا. طبعا من 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 كثير من الكليات راح تستخدم نفس هذه المنصه لما لاسباب كثيره، طبعا منها المرونه اللي توفرها جوجل، وكذلك كثره الادوات التي تتيح للمستخدم انشاء العديد من المساحات الاختبارات الإلكترونية وما إلى ذلك. طبعاً أنا حتى أقدر أنه أنشئ اختبار إلكتروني على منصة جوجل كلاس روم لازم يكون عندي حساب جيميل فعال، وأنا على اعتبار أنه هذا الجيميل استخدمته سلفاً يعني مسبقاً، وأنشئت به جوجل كلاسز صفوف على منصة جوجل كلاس روم، وانضموا طلاب إليه يعني في هذه في هذه الصفوف. مثل ما خلي اراويكم هذه الاشياء، انه هذه صفوف مالتي انا انشاتها مسبقا، ولكل صف سادخل عليه القى مجموعه طلاب متفاوته. يعني ناخذ هذا مثلا الاكاديميك ريسيرش، البحث الاكاديمي للمرحله الثالثه، الدراسات النهاريه، القى هنا الطلاب مثلا اعدادهم 183 طالب وما إلى ذلك. فعلى أي حال، أنا حتى أقدر أنه أنشئ هذا الاختبار الإلكتروني لازم يكون عندي هذا الحساب، والحساب أنه يضم كل الطلاب اللي حضراتكم جاي تشوفوها. فاليوم راح نسوي مجموعة اختبارات تجريبية افتراضية، وأنا أنشأت صف افتراضي اسمه Tutorials، وانضموا إليه بعض الأساتذة كافتراضي يعني افتراضيين حتى نقدر نتعامل كأستاذ وطالب عند إجراء الاختبار. فعند إجراء الاختبار، الخطوة الأولى أنه أدخل على المادة الدراسية مالتي في يوم الاختبار، وأنا طبعاً الاختبار عادة سلفاً يعني قبل فترة معينة، وما أطلقت الاختبار على مود لا يروح فيه أنه في وقت غير وقت الاختبار. فأدخل على هذا التوتوريالز، عند إنشاء الاختبار الإلكتروني لازم أنقر على هذا الخيار الواجب الدراسي، الواجب الدراسي، وأنشأ عملية الاختبار الإلكتروني، وأنقر على هذه الإنشاء بلس كرييت. عندي خيارات، ومن أهم هذه الخيارات هي مهمة الاختبار. طبعاً أنا اليوم راح أتكلم عن جزئين من الاختبار الإلكتروني. راح يكون الجزء الأول هو الجزء المبسط، الجزء الكلاسيكي أو التقليدي لعملية الاختبار الإلكتروني للأساتذة اللي ما يمتلكون مهارات تقنية عالية. هذا طبعاً جداً بسيط، راح يساعدهم كثيراً في تخطي هذه العقبات اللي ممكن تواجههم عندما ينشئون اختبارات إلكترونية معمقة وتحتوي على الكثير من يعني المطبات وما إلى ذلك. فأنا يعني نصيحتي أنه الأستاذ اللي إمكانيته ومهاراته التقنية محدودة أنه ممكن يلتجئ إلى الخيار الأول اللي هسه إن شاء الله راح نتطرق له. فالأستاذ المفروض أنه ينقر على مهمة الاختبار،
بعد ما يقر على مهمة الاختبار راح تظهر هذه الواجهة، وهذه الواجهة تحتوي على العنوان والتعليمات مثل ما جاي تشوفون، وتفاصيل أخرى على الجهة اليسرى من هذه الصفحة. طبعاً العنوان بطبيعة الحال أنا أذكر العنوان مالتي اللي هو الاختبار، نسميه تجريبي. تجريبي واحد، يعني أخلي المادة الدراسية مالتي كأن تكون مادة مثلاً الصوت، أو مادة مثلاً النظريات الترجمة، أو مادة التاريخ الحديث، أو أي مادة علمية في أقسامنا العلمية. طبعاً المسألة اللي أنا أشوفها جداً جداً مهمة هي التعليمات. التعليمات هي بمثابة الملاحظات اللي الأستاذ يضعها دائماً على الأسئلة الورقية في الأيام الاعتيادية وكل امتحان في الجامعة، أنه أجب على جميع الأسئلة، على أن يكون السؤال الأول من ضمنه، مثلاً الإجابة على 5 أسئلة وترك مثلاً مثلاً سؤالين ضمناً إلى آخره، الكثير منها. طبعاً أنا أفضل هذا، أنه الأستاذ يعني خلي التعليمات، ومن ضمنها طبعاً بما أنه إحنا الاختبار الإلكتروني هو جديد في الجامعات العراقية، فعليه الأستاذ يضع التعليمات الضرورية جداً بما فيها مثلاً الرجاء عدم مثلاً نسيان كتابة الاسم الرباعي، أو مثلاً الرقم الجامعي، أو المرحلة أو ونوع الدراسة وما إلى ذلك. فطبعاً هذا يعتمد على الأستاذ بالدرجة الأولى، هو يحدد نوعية التعليمات اللي يحب يذكرها. زين، أنطلق إلى مسألة أخرى، هذا جداً مهم أنه لابد الأستاذ يراعيه. فأنا عندي هنا مجموعة صفوف إلكترونية أنشأتها على منصة جوجل كلاس روم. فإذا كان عندي مثلاً على سبيل المثال عندي امتحان للمرحلة الثالثة اللي هو البحث الأكاديمي مثل ما جاي تشوفون، أنا منطيه هنا الدراسات النهارية والبحث الأكاديمي للدراسات المسائية، يعني مسوي صفين. فأنا من أسوي أسئلة بطبيعة الحال ما أسوي أسئلة منفصلة لكل منهما، لا، أسوي سؤال واحد، يعني منصة اختبار واحدة، وأشير إلى الصفين حتى الاختبار ينشر لكل من الصفوف أنا اللي مختارها. هذا طبعاً يعتمد على أنه على كيفية إنشاء الصفوف لدى الأستاذ، كل أستاذ يختلف بعملية يعني إنشاء صفوفه الخاصة. فأنا اليوم بما أنه افتراضي فراح يكون فقط إلى المجموعة اللي هي التوتيريالز اللي بها 14 أو 15 طالب افتراضي من تدريسيين ومن وما إلى ذلك. المسألة الأخرى، هل أنه الاختبار أنا من بعد ما أنشأ يروح لكل الطلاب أو مجموعة من الطلاب، الطلاب اللي هم ما ممتحنين، اللي تخلفوا عن الامتحان، اللي فاتهم الامتحان وما إلى ذلك؟ بطبيعة الحال by default وبشكل افتراضي جدا أنه أنا أدز الاختبار لكل الطلاب المسجلين عندي على هذا الصف. الموعد المطلوب للتسليم كذلك لابد أن أحدده، هل هنالك تاريخ للتسليم؟ نعم، على سبيل المثال أنه الاختبار مالتي، أما أسوي له شجولينج يعني أسوي له عملية جدول زمني، أنا قبل يوم مشتغل هذا الاختبار وأسوي له عملية جدول زمني وهو يتلقى باليوم المحدد وبالساعة المحددة اللي أنا أريدها، هذا خيار. الخيار الآخر، لا، أنا ممكن أحفظه على شكل مسودة، يعني أشتغل بالاختبار وأحفظه على شكل مسودة وبعدين في يوم الامتحان أجي أسوي له عملية تعيين، فمباشرة بعد ما أنقر على تعيين الاختبار راح يكون موجود على حسابات الطلبة في هذا اليوم وفي الوقت المحددين. فإحنا بشكل افتراضي الاختبار ليمتى يتم تسليم التاريخ مالته، يعني الساعة 11:59 دقيقة صباحاً
على اعتبار أنه الساعات هي محددة من الساعة 9 إلى الساعة 11 عفوا إلى الساعة 12 ظهرا. موضوع هل هنالك موضوع؟ نعم، أنه تنشئ موضوع اللي هو تقريبا يحمل نفس العنوان حتى لا تكثر العناوين وتكثر المسميات حتى نتجنب هذه المسألة. بعد ما أنه أنا شفت كل المعلومات مالتي مضبوطة، كنت أن أنسى النقاط، أنه امتحان لابد أبينه من كم درجة. على سبيل المثال أنه الامتحان مالتي من 50 درجة، من 50 نقطة. الأستاذ اللي مثل ما يعني تكلمت سابقا اللي عنده إمكانيات محدودة في التعامل مع التقنيات والبرامج بما يخص الاختبارات الإلكترونية، ممكن وبكل بساطة يقوم بعملية إضافة ملف. يعني هو الأستاذ كمل أسئلته الورقية، طبعها في الحاسبة وكملها وبوب الأسئلة مالته وختمها وما إلى ذلك. يبقى الأستاذ يأخذ لها صورة في الموبايل أو يأخذ الأسكان وينزلها على الحاسبة أو على الموبايل ويسوي عملية إضافة. إضافة ملف، أنه الأستاذ يضيف هذا الملف، راح تطلع لنا نافذة، وهذه النافذة تطلب من عندي أنه أحمل الأسئلة اللي أنجزها الأستاذ. اختيار ملف، طبعاً هاي الأسئلة هي أسئلة ليست حقيقية وإنما أسئلة افتراضية، أنا على سبيل المثال خازنها على شكل أسئلة وأسوي لها عملية تحميل. راح أوتوماتيكلي تصعد الأسئلة إلى هذه منصة الاختبار اللي تحت اسم تجريبي واحد، مثل ما قلنا العنوان هو عبارة عن المادة الدراسية. فهنا الأسئلة صعدت أو تحملت إلى المنصة. عندي خيارات إذا جاي تلاحظون أمام هذه الأسئلة، هو أنه يمكن للطالب عرض الملف، يمكن للطالب تعديل الملف أو إنشاء نسخة لكل طالب. أنا بالحقيقة دائماً أختار يمكن للطالب عرض الملف، وهذا هو اللي يكون strongly recommended، أنه الطالب يدخل على الملف فقط يعني يسوي عملية عرض للملف، ما يقدر يعدل عليه، ما يقدر يضيف، ما يقدر يطبع، ما يقدر يجاوب عليه. هذه طريقة. الطريقة الثانية لا، أنا ممكن تكون الأسئلة مالتي عن طريق الوورد دوكيمنت، يعني أنا طابع أسئلتي عن طريق الحاسبة عن طريق مستند، وهذا المستند هو تحت مسمى الوورد دوكيمنت. أنا أصعد الوورد دوكيمنت كأسئلة وأترك فراغات للطلاب، هم يجاوبون على شكل طباعي يطبعون على الملف نفسه. ففي هذه الحالة أنه أختار يمكن للطالب تعديل الملف حتى الطالب يقدر يعدل على هذا الملف ويقدر يجاوب عليه وما إلى ذلك. فتبقى هنا خيار الأستاذ، هو يختار الطريقة اللي يحبذها. بعد ما الطالب يعني يوصل الملف يعرض هذا الملف ويبدي يجاوب، طبعا طريقة الإجابة تعتمد على طريقة الأستاذ بهذه المسألة. إما أنه الطالب ينزل الملف في الحاسبة ويبدي يجاوب في على ورقة منفصلة ويكتب بها اسم الثلاثي وكل المعلومات الأساسية المطلوبة، وبعدها كذلك يأخذ صورة لهذه الأجوبة ويرفعها على نفس صفحة الاختبار الإلكتروني. أو لا، الطريقة الثانية أنه الطالب يجاوب على هذا المستند، يعني يطبع إجابته على الوورد دوكيمنت اللي رفعها إلى الأستاذ، لكن في هذه الحالة لازم الأستاذ يختار يمكن للطالب تعديل الملف، يلا يقدر الطالب يجاوب على المستند. فأرجو أنه تكون هذه المسألة واضحة. هاي أهم طبعاً نقطتين أساسية لهذه القضية. بعد ما أنه رفع الأستاذ الملف يتأكد أنه المعلومات كاملة ماكو أي نقص، عندئذ ينقر الأستاذ على الزر تعيين assign. يعني تعيين إيش؟ معناته أنه الأستاذ راح يدز هذا الواجب أو هذا الاختبار إلى جميع الطلبة المسجلين لديه على الدرس أو على الصف الإلكتروني مالته. فهنا راح نقول تعيين.
الأساتذة الأفاضل مجي مثل ما جاي تعرفون حضرتكم أنه أنا بعد ما سويت تعيين لهذا الاختبار الإلكتروني أنا وجدت رأساً أنه رفع عندي وموجود هنا حالياً تجريبي واحد. إذا أروح إلى ساحة المشاركات على الصفحة مالتي راح كذلك ألقى التجريبي واحد موجود هنا عندي. ويعد هذا الاختبار من أسهل الاختبارات اللي ممكن الأستاذ يسويه بدون أي مشاكل وما يطلب وقت كبير وما إلى ذلك. هسه راح نستعرض على حضراتكم أنه بعد ما وصل هذا الواجب أنا هسه طبعاً كطالب راح تدخل ومسجل على نفس الصف مال اللي هو التوتوريالز أشوف أنه هل وصل للواجب أم لم يصل للواجب. أسوي طبعاً عملية رفرش أنا هسه كطالب وليس كتدريسي. أنا على افتراض أنه موجود في الوقت المحدد للامتحان أو قبل الوقت المحدد للامتحان بربع ساعة بنصف ساعة حسب الوقت الذي يحدده الأستاذ، فأنا أكون مستعد في ذلك الوقت وأشوف هنا أنه التجريبي رقم واحد نزل لي. أروح إلى الكلاس ورك وأشوف هذا هو تجريبي رقم واحد نزل، فكل ما علي أنه أنقر هذا الاختبار وأشوف أطلع على هذه الأسئلة أنقر الأسئلة. أنا كطالب أنقر الأسئلة راح تظهر لي الأسئلة بهذه الصورة. طبعاً الأستاذ هنا في هذه الحالة لابد أنه يقدم هذه الأسئلة بطريقة المعتادة أنه قسم اللغة مثلاً قسم اللغة الإنجليزية، قسم الجغرافيا، قسم التاريخ وبقية الأقسام، كلية الآداب، جامعة البصرة، المادة لابد أن تذكر وما إلى ذلك، حتى الوقت أنه لابد أن يذكر في هذه الحالة. وهذه الأسئلة مثل ما جاي يشوفونها شوي ما أعرف ليش ظهرت لي بصورة يعني خربطة الإجابة، يعني مع ذلك أنه عندي أنا 1، 2، 3، 4 أسئلة وكل سؤال ضع تفسيره لكل من ظواهر التالية. الإجابة على مثلا 2 صح أم خطأ، الإجابة على 2 اختر الإجابة الصحيحة، الإجابة على 3 اكتب مقالة حول كل مما يأتي، اختر 4. وهنا الطالب طبعا راح ينزل هذه الأسئلة حفاظا على الأسئلة من التلف أو لا سامح الله أنه طفت الكهرباء أو صار عنده خلل في الجهاز، فحتى يكون هو بالسيف سايد ينزل هذا الدوكيومنت راح ينزل لهنا. مثل ما جاي شوفون العفو أنه طالب حمل الأسئلة ويحاول أنه يخزنها يسوي على شكل داونلود، راح يسوي داونلود لهذه الأسئلة تنزيل، راح تنزل هنا الأسئلة في ملف بعدين أرجع لها أنا بالوقت اللي أحتاجها. بعد ما أنه الطالب يعني قرأ الأسئلة وإما طبعا مثل ما اتفقنا أنه يجاوب هنا على على هذا النموذج من الأسئلة، لكن في هذه الحالة الأستاذ لازم يراعي مسألة الاختيار اللي سبق وأن أشرت إليه أنه الطالب يمكن له أن يعدل وأن يضيف لا أن يعرضها يعني. ففي هذه الحالة يمكن الطالب أنه يجيب هنا يجيب على هذه الأسئلة أو لا، ممكن الطالب في حالة الأستاذ اختار فقط يعرض يعني يعرض الأسئلة، الطالب لازم يجيب على الطالب لازم يجيب على على ورقة منفصلة، وهذه الورقة المنفصلة بعدين يأخذ لها صورة ويرفعها إلى المنصة الإلكترونية. بعد ما تمت الإجابة على جميع الأسئلة فهنا الطالب لازم يسوي عملية تحميل الأجوبة مالته عن طريق النقر على هذا العنوان. تنفتح نافذة جديدة وهذه النافذة تتطلب من الطالب أنه يسوي addition or creation يعني add or create إضافة أو إنشاء، ينقر على هذا الزر راح تظهر له قائمة منسدلة من بين
الخيارات الموجودة هو الفايل مثل ما جاي تشوفونه. هنا راح يقر على الفايل. بعد ما يختار الفايل راح ينزل الأجوبة مالته. على سبيل المثال هذه الأجوبة مالته، ويسوي لنا عملية upload، عملية تحميل. راح تتحمل هذه الأسئلة بعد اختفاء هذا الـ إذا جاي يشوفون اللون الأزرق أنه العملية تمت بنجاح، أي أنه تحملت عنده على المنصة. وآخر فقرة يقوم بها الطالب هو عملية turn in، إعادة. إعادة شنو؟ إعادة الإجابة. يسوي عملية إعادة، تظهر له رسالة تأكيد، ينقر على turn in. لحظات سترسل إلى الأستاذ. أنا كأستاذ أشيك الإجابات الواردة من قبل الطلبة. أذهب إلى الواجب الدراسي، هاي الصفحة صفحة الأستاذ، حتى أتأكد أنه تم استلام أجوبة الطالب بنجاح. أنقر على تجريبي. رح تلاحظ أنه من بين 13 طالب، طالب واحد فقط سلم الإجابة مالته، اللي هو أنا قبل قليل أرسلت الإجابة إلى الأستاذ. أنقر على تم تسليمها، يطلع لي فقط هذا الطالب أنه سلم الإجابة مالته. أما الطلبة البقية اللي هم ظهروا لي اللي موجودين أمامكم لم يسلموا، فهذا تم تسليمه. لذلك أنا أنقر على هذا الطالب وأبدي أقرأ الأجوبة مالته وأصحح ما يجب وأعطيه درجة. وبالنتيجة هنا طبعا أسجل الدرجة مالتي، إيش قد درجة مثلا على سبيل المثال. بعد ما أقرأ كل الأجوبة مالته أنطي درجة معينة، طبعا لازم تكون درجة رقما مثل ما ظهرت لي هسه. نطي على سبيل المثال 30 درجة. إذا عندي تعليقات خاصة وما إلى ذلك، بعد ما أكمل بعد ما أكمل كل هذه الأمور أطبع هذه التعليقات وأرجعها إلى الطالب نفسه، أنشرها إليه. هنا طبعا راح أتأكد أن الطالب تم استلام الإجابة. عملية الإرجاع، هل تريد إرجاع الواجب إلى طالب واحد؟ سيتم إشعار الطالب ويمكن يتحقق من أي درجة إدخالها. هذا هو الطالب اللي أرسل لي الإجابة فأنا أقول له إرجع. وهذا راح طبعا لحد هذه اللحظة أنه العملية تمت بنجاح لكل من التدريسي والطالب. هذا كل ما فيما يتعلق بالإنشاء الأسئلة البسيطة جدا، الأسئلة اللي ما تتطلب جهد من قبل التدريسي، فقط أنه يقوم بأخذ صورة للأسئلة الورقية ويسويها على شكل مرفق ويدسها إلى طلابه. هذه أبسط أنواع الأسئلة. طبعا حتى نتأكد أنه الطالب قام بنفس العملية، نرجع للطالب وراح نسوي عملية رفرش. طبعا الطالب هنا ممكن يطلع على التعليقات اللي أرسلت إليه من قبل الأستاذ، وكذلك يمكنه معرفة الدرجة عن طريق الذهاب مباشرة إلى الكلاس ورك. هذا الكلاس ورك ينقر على التجريبي. ممكن هنا راح يشوف التعليقات الخاصة الأستاذ الداسها إليه. وكذلك عن طريق الـ View Your Work. أوكي، هذه الأيقونة موجودة بالكلاس ورك، يضغط عليها الطالب راح يشوف أنه الأستاذ أرسل إليه تعليقات ومرفق مثل ما جاي تشوفون، اللي هو الإجابة مالته وكذلك الدرجة. حتى كاتب هنا دان ليت الوقت مالته، يعني أنه متأخر وما متأخر وما إلى ذلك. مجرد ما تنقر عليها راح تطلع لك كل التفاصيل
والدرجة وكذلك الأسئلة وممكن أنه view details، هذه راح تطلع لي مرة ثانية وهكذا. هذه طبعا من أسهل الطرق ومن أروع الطرق البسيطة اللي ممكن الأستاذ يتبناها تكون بنتائج جيدة وماكو أي مشاكل إن شاء الله يمر بها. وشكرا جزيلا أستاذنا فاضل لحسن استماعكم، وإن شاء الله في الفيديو الآخر سنتكلم عن إجراء الاختبارات الإلكترونية الأكثر تفصيلا واللي تتطلب من عدة إجراءات وعمق وتفكير وما إلى ذلك. وأتمنى لكم التوفيق ومع السلامة.